يا مرام ليش؟ لا انت ما تتوجه. كم تدفع؟ بعد اذنك دقيقه بس والله. كم تدفع؟ بعد اذنك والله اني صادق عيال دقيقه وراح عند سعيد. اسمح لي والله اني صادق يطمن يا الربع. انا والله اني مستعجل يا الربع. ايش فيكم كذا؟ اسلم فهد صلى على النبي تعال قبل اول شيء الربع صلوا على النبي. اللهم صل على محمد. والله انا اذكر على لساني اتكلم. اي والله العلم وشو. لكن يا فهد الاداره علمتني الان حملتني حمل كبير وانت تعرف اني اقرب واحد لك. ف فهد ابغى اقول لك خبر بيصدمك. وش؟ في الاداره بلغتني اني اقرب واحد لك وهذا حال الدنيا. فهد صلى على النبي. انت فيك شيء؟ القهوه خلصت علينا التشييك. قايل لكم قايل لكم والله انا اصلا عارف ان في بطل شيء توتر ما ادري ليش اخذ محلي. لا والله راح فكري بعيد. اي والله وجهك صراحه والله راح مو صعب شيء يوتر. القهوه خلصت. لا لا صدق والله راح سهي فكري بعيد والله. والله يا ريجي معليش معليش بطن عوره يا ريجي. استغفر الله بغيت اظهر كلمه ما هي بزاني برا. والله يا رجال عادي عادي. انت دائما تسويها فينا. هو سواها فيك. طيب ليش زعلان؟ ليش؟ ايوه صح سواها فينا. بسم الله يجي يقول بسم الله فهد بسم الله عليك. اوعدك اني راح اخذ حقك منه يوم كذا باجي بدخل. الله يعطيك. لا عيال بس سواها فينا يا حي. استغفر الله. يجينا يقول انا صح. وش سويت؟ الجمهور قلب عليك يقول الخمني. انا عارف هو شيء جو بس مو اكثر يعني. ها؟ حب يعيش جو يعني. صقار شارك بيعيشك ريالتي شويه. ايوه ريالتي 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 واقعيه. الرجال بغى يوقف قلبه تقول له ريالتي. ما شاء الله فاز يا اخي. حلو يا صقار بالساعات. لا لا انا من يوم شفته سواه انا اعرف السي. بسم الله عليك. في بطنه ما لا في البدايه صدق احسبها يمزح اضحك. في النهايه اشوفه ينتفض ماسك يدي ينتفض كذا وكذا معرق يقول هذه حال الدنيا. ممثل عايش الجو. انا الصراحه والله صدق راح فكري بعيد. لا لا الرجال طلع استبعاد الاداره يعني. لا يا سلام يا اخي لا تستبعاد. مع السلامه. يقول مو من كثر يا اخي لا تستبعاد. هذا ما يفهم ذا ما يفهم. والله البرنامج استبعاد من استبعاد كله برنامج. ما تفهم ما تفهم. لكن انا راح لا تستفز فهد بالله. اصبر فهد مستفز. خذ اللي جاي.